انت بتقول بيعملوها في الزرع من بسبب ايه ده؟ بيجيبوا الفحل في الطول هنا. بسبب ايه؟ الزرع ده كله بيموت بسبب الفحم، بسبب الولع. يعني انت كل الزرع دوت بسبب الفحم بيموت منكم. طب اتكلمت معاهم؟ انا ابويا قال له مره، وابويا برضه بيحط، اخويا قال له مره برضه بيحط، وانا قلت لهم برضه بيحط.